الماتش هو داز واحد الظروف لان كان واحد شويه ديال الضغط على المغاربه سيرتو من طرف الجمهور وكانوا اللعابه شويه مضغوطين ولكن الحمد لله فهي نقطه حسن من والو وان شاء الله الجايه تحسن. الحمد لله على كل حال نتمنى ان شاء الله في الماتشات الجايين نربحوا ونعوضوا هذا الشيء اللي داز اليوم والحمد لله على كل حال وديما مغرب. كان ماتش في المستوى الحمد لله لعبنا مزيان التغييرات حتى هي كانت في المستوى وكنتمنى الفريق المنتخب المغربي انه يواصل ويجيب لنا نتيجه احسن واحسن في المباراه الجايه. طبيعة الحال اللعابه كلهم كيكملوا بعضياتهم كل واحد فيهم دار الدور ديالهم يمكنش نقولوا واحد ما عجبناش ولكن تبارك الله عليهم كلهم مزيانين. كاين بعض النقص ولكن يداركوا ان شاء الله ما نخيروش واحد على واحد. الماتش ديال اليوم جاني ماتش تكتيكي بالنسبه للفريقين بجوج المغرب وكرواتيا من الحمد لله خرجنا بنقطه بعدا ان شاء الله هذا فن الخير. وبالنسبه للتحليل ديالي ديال المقابلات ديال المقابله فهي وليد لعب على الديفونس لعب على الفراكه زوين الحمد لله والحمد لله تعادلنا خرجنا بخير الحمد لله وكلشي عجبوني كلشي زوينين حتى واحد كلشي ان شاء الله ان شاء الله الفوز ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ويزيدوا يلعبوا كثار ان شاء الله والفوز ان شاء الله. الماتش كان زوين لعبنا مزيان طبقنا داكشي اللي عطانا وليد الركراكي مي صراحه عندنا واحد النقص في اللمسه الاخيره اللي هو كبير بزاف يعني خاصنا نلعبوا كوره لقدام خاصنا ماركيو ونتمنوا صراحه في الماتشات الجايه نطبقوا هادشي هذا ويكون تحسن عندنا ان شاء الله.